من تعريفات الزهد انصراف الرغبة في الشيء مع وجوده، وكل ما يقوى الإيمان في قلب السائر إلى الله تبارك وتعالى بيقل تعلق العبد السائر إلى الله بالدنيا، فضلا عن رغبته فيها وحرصه عليها. هو ما بيبقاش سايبها ببدنه أو بجسده، ولكن بيتركها بقلبه. فالزهد عبارة عن حالة شعورية بيعيشها العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى كنوع من أنواع الانعكاس لنمو الإيمان الحقيقي داخل القلب. وطبعا هو لا يستلزم الفقر ولا يتنافى مع الغنى. فالزاهد في الدنيا ما بينشغلش بيها كتير ولو حتى بقت في إيده. وكل ما الإنسان بيقوى أكتر وأكتر وبيزداد إيمان، بيتعلق صاحب هذا الإيمان بالآخرة وبيرغب في الآخرة وبيزهد في الدنيا بصورة أشد درجة من اللي كان عليها قبل كده، وما بيسيبش لنفسه إلا القليل اللي يستطيع من خلاله إن هو يصل إلى الله تبارك وتعالى ويحقق ضروريات الحياة. ومش ده وبس، لأ، ده كمان مش بيعمل ده عشان هو بيتعارض مع التمتع بالمبيحات الدنيوية، ولكن هو عامل ده عشان يبقى مع ربنا سبحانه وتعالى، ولأن إيمانه بيأبى عليه وبيدفعه باستمرار لكل ما يأتيه في هذه الحياة الدنيا حتى يستثمره في الدار الآخرة، متمثلا في قول الله تبارك وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فهو دايما بيحتاج اللي يذكره بقول الله تبارك وتعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مش العكس. وطبعا بالمستويات الإيمانية دي كان الصحابة بيتعاملوا في حياتهم رضوان الله عليهم أجمعين مع الدنيا. فكان مثلا من أحوالهم أشياء عجيبة الواحد بيذهل أو بيذهل منها في عصرنا هذا. فمثلا في يوم من الأيام دخل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أمير المؤمنين، وكان في بعض ممن يثق فيهم من أهل حمص قال لهم إيه؟ قال لهم: اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم. يعني شوفوا فقراء حمص مين عشان أبعت لهم عطية من بيت مال المسلمين، بحيث إن هم إيه لو عندهم حاجة أو دين أو ما شابه إلى ذلك يبدأوا إيه يسدوا عنهم. فأهل حمص كتبوا ورفعوا الأمر لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا: فإن فيهم فلانا وفلانا وسعيد بن عامر. فسيدنا عمر بن الخطاب قال: ومن سعيد بن عامر؟ قالوا: أميرنا. فسيدنا عمر استغرب وقال: أميركم فقير؟ قالوا: نعم، ووالله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نارا. وقتها سيدنا عمر بن الخطاب بكى حتى بلت دموعه لحيته رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمد إلى 1000 دينار فجعلها في سرة وقال: اقرؤوا عليه السلام مني وقولوا له: بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حوائجك. جي الوفد لسيدنا سعيد بالسرة اللي فيها الدنانير، فظل ينظر إليها ويقول: ابعدوها عني، إنا لله وإنا إليه راجعون. تخيلين يا جماعة، لسه الموقف مخلص، راح سيدنا سعيد لزوجته وهو مزعور، قالت: ما شأنك يا سعيد؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: أأصيب المسلمون في واقعة؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: وما أعظم من ذلك يا سعيد؟ قال: دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي، ودخلت الفتنة في بيتي. فقالت: تخلص منها. قال: أو تعينني على ذلك؟ قالت: نعم. فأخذ الدنانير فجعلها في سرة ثم وزعها. متخيلين يا جماعة، متخيلين الدنيا كانت عاملة ازاي في نظر الصحابة؟ ده من ثمار الإيمان. وأيضا من ثمار الإيمان في قلوب السائرين إلى الله عز وجل التأييد الإلهي في رحلة الحياة أثناء السير إلى الله تبارك وتعالى. وإن كان البشر كلهم كأصل قدام ربنا سبحانه وتعالى سواسية، فلا أفضلية لأحد أو لجنس أو لقبيلة أو للون عند الله عز وجل، إلا ما زاده الله تبارك وتعالى من إكرام وعناية ورعاية للمؤمنين الذين يحبونه ويؤثرونه على هواهم. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالكرامة على قدر الاستقامة، قال ربي عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال عز وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وكل ما ارتقى العبد في سلم الإيمان ازدادت ولاية الله تبارك وتعالى لي في رحلة الحياة، قال تعالى وهو يتولى الصالحين. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وعلا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فربنا سبحانه وتعالى يتولى أمور عبده المؤمن في رحلة السير إليه بما يحقق لي مصلحته الحقيقية التي يعلمها الله تبارك وتعالى، وطبعا يجلب لي السعادة في الدنيا والآخرة. وفي بعض الأحيان بيكون من مظاهر تلك الولاية، ولاية الله للعبد، التضييق على هذا العبد في بعض أمور الدنيا. وفي المعنى ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. وكما قال ابن عطاء رحمه الله ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. في رحلة السير لله تبارك وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.